اهلا بك كابتن، اريد فقط يعني اخاف من الاتصالات، اريد رايك بضربه الجزاء، يعني شويه صار عندنا جدل بها الى حد ما، تفضل لؤي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجزاء كانت صحيحه، وكانت يعني كان قرار الحكم، والاعاقه من الحارس واضحه جدا للحكم وللفار، بحيث حتى الفار ما تدخل بها. نعم، اذا ركله جزاء صحيحه 100%، يعني وجهه نعم، وكانت هنالك محاوله لعب، لولا محاوله اللعب لكان هنالك كانت الكارت الاحمر حاضر، ولكن نعم. بما انه كانت محاوله لعب صار كارت اصفر.